الكريم إن هذه الأحداث بغض النظر عن من كان وراءها والدافع إليها تشكل محطة مفصلية في التاريخ السياسي للجزائر أو لجزائر ما بعد الاستقلال، وذلك بحكم ما ترتب عنها من تحول سياسي عميق تمثل في تعددية سياسية وإعلامية وثقافية وتحول ديمقراطي مكن الجزائر من تنظيم أول انتخابات حرة نزيهة مجددا بذلك النموذج للتحول الديمقراطي. لكن السؤال المهم الذي أراه اليوم يجب أن يطرح ونركز عليه هو كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة، وذلك بتجنب الأخطاء أو المواقف التي مكنت الثورة المضادة من إجهاض هذه التجربة باعتبار حراك الشعب الجزائري في 19 فبراير 1919 هو استمرار لخط مكاتب حركة أكتوبر 88. هذه المكاتب التي تم عليها سنة 92 من قبل جهات ثلاث: التيار الاتصالي المتطرف، قيادة الجيش، ورعاية فرنسية. هذا الأمر الذي لم يسمح للتجربة الديمقراطية أن تستمر وأوقفها في نصف الطريق، لكن الشعب الجزائري لم يستسلم لهذا الوضع. فبعد الانقلاب رغم ما قامت به السلطة ورغم القمع الذي سلط على الشعب الجزائري، فإن الشعب الجزائري وقف موقفا صامدا بجميع الاستحقاقات والانتخابات التي نظمتها السلطة الانقلابية، فكانت المقاطعة شاملة لكل الاستحقاقات وانتخابات السلطة التي نظمتها، واستمر ذلك تلك المقاطعة التي عمقت وعي الشعب الجزائري بحتمية التغيير باعتبار أن المشاركة في مسار السلطة هو ترويض للشعب الجزائري لقبول الاستبداد والتعايش معه. فكانت المقاطعة رفضا لهذا الوضع للتعايش مع الاستبداد وتعميقا للوعي، واستمر هذا الأمر يتراكم في وعي الشعب الجزائري إلا أن تفجر في شكل حراك وطني عرفته الجزائر بعنوان 19 فبراير 2019. أخي الكريم، يبدو لي أن الحراك قد استوعب تجربة أكتوبر 88، فخرج موحدا في مسيراته وشعاراته متحررا من كل ألوان التقوقع الإيديولوجي والسياسي والجهوي. خرج في حركة سلمية بعيدة عن كل ألوان العنف واللفظي والمادي، ثم خرج أيضا بعيدا عن كل مظاهر الاستبداد للقوى الإقليمية والدولية، الأمر الذي مكن الشعب الجزائري من أن يرتفع فوق الأحزاب والإيديولوجيات والجهات وأن يشكل نفسه المخبط الداخلية متجاوزا بذلك مخبطه السياسية والفكرية والثقافية. هذه الحالة التي مكنت الشعب الجزائري من يفرض إرادته، لكن وقد وقع ما وقع وتوقف الحراك، فإن هذا لا يعني أن العملية توقفت، بل إن الحراك يأخذ طار آخر. وبالتالي أنه معنى النخبة الحركية اليوم أن تظهر في شكل مرجعية سياسية تعمل على استمرار رفع مطالب الحراك والسير بها نحو التحقيق بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا الوضع لا بد أن يستمر في ظل وحدة الصف والسلمية الكاملة والوطنية الخالصة التي تهدف إلى إنقاذ البلاد والعباد مما يترتب عليه من استمرار هذا الوضع وهذا الانسداد. طيب، أشرت إلى المسؤوليات، لكن كنا نسمع خالد نزار رواية أخرى ومن برر للانقلاب في 92 أنه بتبرير بإنقاذ الجمهورية حيلة وإنقاذ البلاد. أخي الكريم، ماذا تنتظر من مسار أن يقول لك إنه مسار بالضبط يعيد فكرة فرنسا؟ حتى فرنسا لما قامت في الجزائر قالوا لقد جئنا من أجل إنقاذ الجزائر من التخلف ونقل هذه الحضارة. فهل فرنسا جاءت فعلا من أجل إنقاذ الجزائر من التخلف ونقلها إلى مستوى الحضارة؟ إن هذا هو المنطق فرنسا ينقله للإجابة عن موقف اتخذه هو.